سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. اليوم غادي نهضروا على الصابون اكسفوليون ديال القهوه. هو هذا، هانتوما كيف كتشوفوا فيه الحبيبات، فيه واحد الحبيبات نتاع الكاكاو والمر والقهوه. كنحبكوها بشويه بالماء، هانتوما شوفوا اللي قبل غير كديرو هنا حتى كيرغوي. هو راه طبيعي 100%، مفيش. كما تشوفوا النتيجة دابا، شفتوا كيف كيهرب ما غادي نستعمل يديا بجوج. هو مور طيب وفي نفس الوقت قوماج وفي نفس الوقت كيبيض، حيت فيه مواد طبيعية بالحليب وبالقهوة الكاكاو المور وزبدة الكاريتي. هادي هي النتيجة، شفتي كتعطي واحد كيعطي واحد لابريونس